وبدأ المدرب سعدان في إعداد لاعبيه لتجاوز عثرة المباراة الأولى والتركيز على الموعد القادم أمام إنجلترا. مزيد من التفاصيل مع موفد الجزيرة الرياضية محمد الوضاح. غداة الخسارة القاسية التي تلقوها أمام سلوفينيا، محاربو الصحراء أصبحوا على حسرتهم ويحاولون تجاوز الكبوة والاستفادة من هفواتها لتداركها في المواعيد اللاحقة. معنويات اللاعبين ما زالت منخفضة وتفكيرهم لم يتجاوز بعد بولوكواني، فيما الجميع لم يهضم ما حدث. كلام كثير قيل بعد المباراة وتحليلات عدة قدمت حول المواجهة، منها من يتحدث عن عقم الخط الهجومي والخطأ الفادح الذي ارتكبه غزال، ومنهم من يتحدث عن خيارات المدرب رابح سعدان الفردية والتكتيكية، ولكن الأداء الجماعي كان محل تقدير من البعثة الجزائرية في سان لامير. بعد ما حدث في مباراة سلوفينيا تحدثنا كثيرا عن أسباب الخسارة وهي معروفة. كما تعلمون قدمنا مستوى لا بأس به، سنحاول أن نواصل على هذا النسق في المباراتين المقبلتين مع محاولة علاج مشاكلنا في الهجوم. منتخب الجزائر كان يعول على مباراة سلوفينيا لتحقيق الانطلاقات الجيدة، فشل في ذلك، والآن بقي أمامه امتحان العمالقة إنجلترا ثم الولايات المتحدة على التوالي. غداة خسارتهم القاسية أمام سلوفينيا، أشبال المدرب رابح سعدان اكتفوا بحصة تدريبية خفيفة للاسترجاع، وأعينهم باتت الآن على مباراة إنجلترا في 18 من هذا الشهر. محمد الوضاحي، الجزيرة الرياضية، من معسكر تدريب المنتخب الجزائري في سان لامير جنوب أفريقيا.